السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أول شيء لما يدخل أهل الجنة إلى الجنة ينادى فيهم أنه ما في الجنة أعزب. لماذا؟ لأن كما قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد، لما سئل يا رسول الله هل الجنة فيها عزاب؟ قال لا، لا يوجد في الجنة أعزب. وذلك أن الله تعالى أول يوم من أيام الجنة يقيم زفافا كبيرا ويبدأ بمن؟ بالعزاب، كل من مات عازبا وكل من ماتت عازبة. فإن الله سبحانه وتعالى يقيم لهم زفافا عظيما مباركا. وقد اعتدنا نحن المغاربة أنه إذا توفي شخص عازب فإن الناس يتبعونه بالزغاريد وبالصلاة على النبي المختار، صلاة وسلام على رسول الله، والنساء يرفعن الزغاريد. لماذا؟ لأنه هذا الذي مات بيننا أعزب فإنه يدخل إلى الجنة عريسا يقام له زفاف كبير. ربنا سبحانه وتعالى أعد في الجنة مخلوقات في منتهى الجمال، سماهن الحور العين. هؤلاء هم الزوجات التي يقيمهن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. سماهم الحور العين لأن العين لما تراهن تحير، تصاب بالحيرة، يا رب سبحانك ما هذا الجمال. قيل بأن لو إن إحداهن وضعت ساقها عند قرص الشمس لأخفت وهج الشمس، ولو بصقت على البحر المالح لصار أحلى من العسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة أطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها ولملأته ريحا. لو أن الله عز وجل أراد أن يفتن أهل الأرض لجعل واحدة من هؤلاء الحور العين تطل علينا. إذا أطلت أضاءت ما بين الأرض، يعني كل ما تضيئه الشمس تضيئه واحدة من هؤلاء الحور العين. ولملأته ريحا، ريحا طيبا أطيب من المسك. هؤلاء النساء أعدهن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وقال في كتابه العزيز كأنهن الياقوت والمرجان، سماهن وشبههن بالياقوت والمرجان. ووصفهن ربهن عز وجل فقال كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون. هن نساء الجنة مطهرات من الحيض ومطهرات من النفاس، نظيفات من البصاق ومن المخاط ومن البول ومن الغائط، ما فيهن شيء من ذلك. هن طاهرات نظيفات في قمة الجمال والشباب. وربنا عز وجل جعلهن مقصورات في الخيام، قال عنهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. مقصورات في الخيام وللطرف قاصرات. هؤلاء النسوة لا يفنى شبابهن ولا يبلى جمالهن، ولو اطلعت إحداهن على الدنيا لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما في النجوم من ضياء. هؤلاء النسوة في غاية الجمال وهن ينشدن قائلات نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط. إنه نعيم مقيم أعده ربنا عز وجل لعباده المؤمنين. وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سطع نور في الجنة، هكذا يحكي للصحابة فتفاجأوا فقالوا ما هذا النور يا رسول الله؟ قال يقال ما هذا النور، فإذا بها امرأة من أهل الجنة ابتسمت لزوجها. هذه الحورية
لما تبتسم لزوجها نور يسطع في الجنة، حتى إن الناس يقولون يا ربنا ما هذا النور، إنها ابتسامة تزن الشمس وما فيها، السندس والاستبرق لباسهن، والذهب واللؤلؤ أساورهن. وهن جالسات في الجنان حيث الأنهار، أنهار الجنان تتدفق من بينهن، أنهار من ماء ولبن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. يرون فيها فاكهة كثيرة فيأكلون، ويقدم لهم لحم طير مما يشتهون، ونعيم خالد، حتى إن معظم كلام أهل الجنة في الحمد، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. النعيم عن الجنة أيها الأحبة الكرام كثير جدا، حتى إن علماء الأمة تحدثوا عنه في عدة صفحات مشرقة، ومن بينهم الإمام ابن الجوزي. الإمام ابن الجوزي يتحدث عن بعض هذه المظاهر فيقول: إن الحور العين تقول لزوجها يا ولي الله، تسمي زوجها ولي الله، تقوله وهو متكئ على نهر من العسل، تعطيه كأسا وهو في نعيم وسرور، وتقول له يا حبيب الله، أتدري متى زوجني الله إياك؟ أتدري متى زوجني الله إياك؟ فيقول نعم لقد نسيت هذا السؤال، لا أدري متى زوجني الله إياك. فتقول: نظر الله إليك في يوم شديد حره، وأنت في ظمأ الهواجر، فباغ بك الملائكة وقال يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه رغبة فيما عندي، أشهدكم أني قد غفرت له، آنذاك غفر الله لك يومئذ وزوجني إياك. أكثر ما يقع فيه التزوج في السماء لما يكون العبد صائما لله سبحانه وتعالى، يوم من أيام الله يصومه شديد حره، ويكون هناك ظمأ، فالله تعالى يقول للملائكة انظروا هذا عبدي المؤمن لقد صام من أجلي، الماء بجانبه ولكنه يشعر بالظمأ، ورغم شدة الحر هو صائم من أجلي، انظروا لقد ترك شهوته، لقد ترك طعامه وشرابه، كل هذا ابتغاء مرضاتي، لأعطينه أجل وأجمل ما في الجنة، فيعطيه الله تعالى أجمل نساء الحور العين، وهي تناديه يا ولي الله. هكذا يخاطب الرجل الزوج في الجنة، يا حبيب الله يا ولي الله. فيا سبحان الله في هذه الحورية التي زفت إلى زوجها في صيامه. وآخر لما تسأله حوريته أتدري متى زوجني الله إياك، فيقول لست أدري، يقول لقد اطلع الله تعالى فوجدك من أصحاب القلوب المتعلقة بالمساجد، كان قلبك معلقا بالمساجد، كنت دوما تسمع الآذان الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فتترك كل ما بيدك وتتجه إلى المسجد، ودائما تعمر بيوت الله. فالله تعالى يزف هذه العروس لأصحاب القلوب المتعلقة بالمساجد. وآخر بينما هو مع زوجته تسأله أتدري يا ولي الله متى زوجني الله إياك، فيقول لا، يقول اطلع الله تعالى على المنفقين سرا وجهرا، وكنت منهم، لقد كنت تنفق من أموالك، تنفقها تارة سرا وتارة جهرا، فكان ربنا يباهي بك الملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أعطيته من مالي، فما ادخره وما اكتنزه، وإنما كان ينتفع بشطر منه، وشطر آخر ينفقه على الفقراء وعلى المساكين سرا وجهرا، فزوجني الله إياك. ثم تقول أخرى يا ولي الله يا حبيب الله،
أتدري متى زفني الله إليك؟ فيقول متى؟ لقد نظر إليك المولى ورأك تجتنب كبائر الإثم والفواحش. لقد كنت تجتنب كبائر الإثم والفواحش. كان ربنا عز وجل يضعك في موقف فيه ابتلاء، وكنت تنجح في الاختبار وتجتنب كبائر الإثم والفواحش، فزوجني الله إياك. أيضا أخرى زفها الله تعالى لمؤمن صالح، وهي تسقيه من أنهار الجنة وتقول: يا ولي الله، يا حبيب الله، أتدري متى زوجني الله إياك؟ فيقول: لست أدري. تقول: أنك كنت من أهل القرآن، كنت من الذين يقرؤون القرآن، قد يكون عليك يسير وقد يكون عليك شاق، المهم أنك تتعاهد بالقرآن وكنت ترتقي الدرجات، وكان ربك يباهي بك الملائكة في السماء، فأعطاني الله إياك. ثم حوريات أخريات زفت لزوجها، لماذا؟ لأنه كان من الذين هم لفروجهم حافظون، كان يبتعد عن المحرمات ويحفظ فرجه من الوقوع في المحظورات. وآخر زفت إليه، لماذا؟ لأنه كان من الذين لأماناتهم وعهدهم راعون، كان يأخذ الأمانة يحافظ عليها ويرعاها إلى أن يؤديها إلى أصحابها، فزوجه الله تعالى بهذه الحوريات. وآخرون زوجهم الله تبحرية لأنهم كانوا من أهل التوبة والاستغفار، كانوا يخطئون لكنهم سرعان ما يتوبون إلى مولاهم ويستغفرونه. وهناك حوريات غاية في الجمال وفي البهاء، فينظرون إليهم: لمن سعيد الحظ هذه الحوريات؟ فيقال: إنها تزف لمن حسن خلقه، أصحاب الأخلاق الحسنة، أصحاب الأخلاق الكريمة، ربنا عز وجل يزف إليهن أجمل وأبهى الحوريات. ثم يرون نساء غاية في الحسن والجمال والبهاء، لمن هؤلاء يا رب؟ هؤلاء لمن كظم غيظه، الذي كان يغضب ولكنه يكظم غيظه ولا يبدي عيبه، يكون متسامحا مع خلقه، ولمن عفى عمن ظلمه، يعفو عمن ظلمه. ثم أخريات: لمن يا رسول الله؟ هؤلاء لمن صلى بالليل والناس نيام. هناك حوريات عندهم نور يضيء، نور أكثر من وهج الشمس. من هؤلاء؟ لمن هؤلاء يا رسول الله؟ هؤلاء لمن كان يصلي بالليل والناس نيام، كان يقوم في الهواجر ويصلي قيام الليل. وأخريات أيضا حسنوات يغنين وينشدن، لمن هؤلاء المنشدات؟ قال: لمن كان يفشي السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف، يفشي السلام للجميع. وهكذا حوريات بلا عد ولا حصر تعطى للمؤمنين، فينادي المنادي: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لقد خلفوا وراءهم التعب، والآن أهل الجنة يتلددون ويتنعمون. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.